سيداتي وسادتي، في مثل هذا الوقت من كل أسبوعين نلتقي وإياكم خلال نصف ساعة في سلسلة من الأحاديث والمقامات والأغاني العراقية الفولكلورية لنعيش معا في عالم النغم ودنيا الطرب. راجين أن نوفق في عرض هذا التراث وتقديمه بالصورة التي هو جدير بها. كتب هذه الحلقة نعيم توينة، تقديم نادي حلمي. سيداتي وسادتي، يسرنا أن نتحدث اليوم عن علم من أعلام قراء المقام العراقي نشأ وترعرع في بغداد وذاعت شهرته في إسرائيل. ومن الغريب أنه لم يسجل أي أسطوانة في بغداد، كما أنه لم يقرأ في إذاعة بغداد، مع أنه كان القارئ المفضل في البيوتات وكان يقوم بإحياء حفلات الأفراح والأعراس. ولهذا لم يذكره سماحة الشيخ جلال الحنفي في كتبه ومجلاته من قراء المقامات. ولما قدم حزقيل قصاب إلى إسرائيل عام 1951 وأخذ يغني من دار الإذاعة الإسرائيلية، أحبه البغداديون وأعجبوا به، وكانوا ينتظرون حفلاته بلهفة وشوق عظيمين. نستمع الآن إلى مقطع من مقام المحمودي. Thank you.
القارئ هو المرحوم حزقيل بن نسيم بن شلوم من عائلة قصاب، ولد في بغداد في محلة عباس فندي عام 1902 ميلادي من شهر أذار، وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأحد 28 حشوان عام 5730 عبري الموافق لليوم التاسع من شهر نوفمبر تشرين الثاني عام 1969 عن عمر ناهز 67 عاما. وهذا مقطع شرقي بياس من حزقيل قصاب. الفضة، وكانت هذه حرفته التي كان يعيش منها. أما المقام فقد كان هواية له يردده ويحفظه منذ كان صغيرا يتعلم الصياغة. شأنه في هذا شأن كافة العمال والصناع الذين يغنون أغاني وعتابات خاصة ترويحا للنفس وشحذا للهمة أثناء العمل. ومما يذكر أن البغداديين جبلوا على النغمة، حتى أن الأسطى كان إذا طلب شيئا من العامل الذي تحت يده خاطبه بألفاظ ملحنة يتغنى بها. وفي الأسواق يتبارى أصحاب السلع على سلعهم بنداءات ملحنة وجمل معينة على نغم الركبانية، كان ينادي بائع التفاح: لوم الهوى ما جبناك يا عجمي، وبائع التين: وزير يتيم، والمشمش: حموي مشمش، إلى آخره. وهذا مقطع من مقام المنصوري لحزقيل قصاب.
مرتواتي مرتواتي وشكلي عند ليلة الوشاك القصاب المقام عن رشيد القندرجي ويوسف حريش وسلمان موشيه وغيرهم. أخذ مقام النوى والخنبات عن حريش، وعن سلمان موشيه أخذ مقام الرف والصبا والحسيني، وأخذ بقية المقامات عن رشيد. وفي التحرير غلب عليه طابع سلمان موشيه. وأول حفلة أحياها في بغداد كانت عام 1938 في دار عائلة دنجور مع زوج يوسف تتو، كما ذكر لي أحد أصدقائه المقربين. وإليكم الآن مقطع من مقام المخالف غناء حسين قصاب الذي اشتهر به. Hey!
امحال ما نختمر امحال ما نختمر صبر الجوع ومحال يا امحال ما نختمر صبر الجوع ومحال سلمان بصون وأخيه أفرايم الفضل الأول في ثقافته الموسيقية، ولهما يعود الفضل في بلوغه ما بلغ من مكانة في عالم الغناء والموسيقى، فقد تعهداه ورافقاه في أغلب حفلاته التي أقامها. والموسيقي إذا أحب وأعجب بصوت مغني أو قارئ جعل منه نجما مشهورا، وهكذا كان مع حزقي القصاب. وفي إسرائيل لازمه صديقه عازف القانون الشهير المرحوم يوسف زعرور، وكان حزقيل أمينا في تأدية المقام وحاذقا في ضبطه وضبط مواقعه ودقة نقله ومعرفة ما ينبغي للغناء من رعاية الطبقات الصوتية، كما وأنه حافظ على الأسلوب القديم. لقد قرأ حزقيل قصاب أغلب المقامات، ولكنه برع وأجاد بالدرجة الأولى في أداء مقام البيات والناري والمحمودي والمخالف، لأن هذه المقامات كانت تلائم حنجرته. والإجادة الثانية كانت في مقامات الرفض والمنصوري والحجاز شيطان أي آتغ والعربون. ونستمع الآن إلى مقطع من حجاز آتغ. Thank you.
فقد أدخل بعض لجنات تركية في قراءة مقامات الرسم والعجم وغيرها. لقد أحيا حزقيل القصاب من دار الإذاعة الإسرائيلية ما يزيد على 75 حفلة غنائية، وتحتفظ دار الإذاعة الآن بالكثير منها. وفيما يلي مقطع من مقام نواة. معير قبل الرحيل كلابا، معير قبل الرحيل كلاما، ودعيه يموت فيك غرابا، فيك غرابا، وامنحي جسمي الغنى، وامنحي جسمي الغنى، جسمي الغنى، والتقى سيداتي وسادتي إلى حلقة أخرى من سلسلة أحاديثنا عن الفولكلور العراقي، حلقة جديدة تذاع بعد أسبوعين في مثل هذا الوقت. كتب هذه الحلقة نعيم دولنا، قدمتها لكم نادي حلمي.